قوم بقى يا أحمد، أنت يعني من أي أسوأ لحظة في حياتي وهي تتعب فيها وتقع؟ من إمتى أصلاً أنت بتدخل مستشفيات وبتقع؟ أنت عمرك ما روحت الدكتور؟ ومن دول اللي ضربوك؟ وليه؟ أنت هتدخلي يا أحمد في شغل عصابات بقى ولا إيه؟ العيال مقهورين عليك، كلنا بنحبك قوي والله، وعارفين انك طيب وبتحبنا. قوم يا احمد عشان انا مش عايزه ابقى لوحدي. انت لو حصل لك حاجه هبقى لوحدي. طب قوم، وانا مش عايزه ادهن الشقه. اقول لك على حاجه تخليك تقوم تجري، المستشفى غالية قوي يا أحمد. وعشان خاطري، عشان خاطري يا أحمد، قومي يلا 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 يا أحمد.